بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن في اللي هو ثيوريم رقم 6، والذي يتكلم على سكويز ثيوريم، نظرية الساندويتش. النظرية هذه سبق وأنا أخذتها في تفاضل واحد، لكن بدون إثبات. يقول لك إيش؟ لو أنا عندي ثلاثة دوال أو ثري سيكونس واتيفر، أوكي؟ هنا في الشابتر هذا بيتكلم على السيكونس. يقول لو أنا عندي ثري سيكونس، سيكونس اسمها XN وسيكونس اسمها YN وأيضا سيكونس اسمها ZN، بي سيكونس اوف ريال نمبر سجلت، يقول لك وهذه السيكونس تحقق العلاقة التالية، إنه الـ XN أقل من أو تساوي الـ YN والـ YN أقل من تساوي Z، بمعنى في سيكونس بيناتهم في النص أكبر من واحدة وأقل من واحدة، وهذا كلام منطبق لكل الـ N اللي أكبر من أو تساوي K نوت. K نوت هو عدد. طيب إذا يقول لك إذا كانت الليمت للسيكونس الأولى لما الـ N goes to infinity تساوي السيكونس الثانية اللي هي الزد اللي في على الطرفين اللي هي الزد N يساوي ال هو يعني لما نجيب النهاية يطلع قيمة عدد ال، هذا يعني يوجد نهاية للتو سيكونس هذه. إذا النتيجة الريزلت إنه أيضا بما أنه الليمت حق الـ XN يساوي الليمت حق الـ ZN، أيضا باستخدام النظرية هذه بالمقابل أيضا أقول إنه الليمت حق الـ YN يساوي نفس قيمة الليمت حق الليمتين حول حق السيكونس على الاطراف. اوكي طيب اثبات الكلام هذا، تعالوا نكتب الاثبات هنا يعني عشان لا نضيع في الورق، خلينا نكتب هنا وان شاء الله الامور تكون ايش تمام. طيب شوفوا كيف نبدا الاثبات كالتالي. نقول قبل ما ابدا الاثبات بكتب لكم نوت كتذكير، احنا عندنا ملاحظه نعرف انه الابسولوت فاليو للاي إذا كان أقل من البي، هذا كيف أفكه؟ أقدر أقول أقل من البي، أقدر أقول إنه المداخل القيمة المطلقة أقول أكبر من وأقل من سالب البي، أكبر من سالب البي وأقل من البي. يعني بس تذكير دائم إيش في كل مسألة وفي كل إثبات نحتاجه أذكركم بإيش إيش نسوي. أوكي طيب هنا الآن نبدأ بالإثبات. إثبات ثيوريم رقم 6، أقول بروف، أنا بأثبت هذا الكلام. بروف، أول شيء نقول نفلت إنه أنا عندي two sequence، السيكونس في الأطراف الـ XN والـ YN، الـ XN و الـ ZN الليمت حقهم يساوي L، L معناته قيمة الليمت، وأيضا أقدر أقول إنه الـ XN أقل من أو تساوي الـ YN وأقل من تساوي الزد إن. أنا ما سويت شيء، كتبت الكلام ده وكتبت الكلام ده، أوكي given هذا الكلام فاصلة لكل إن for all إن أكبر من تساوي الكينوت، ما سويت شيء، جالس أكتب الكلام لسه أنا ما أثبت. أوكي طيب الآن أقوم بالإثبات عن طريق تعريف الإبسلون زي ما تعلمنا في أغلب إثباتات هذا الشابتر، فأقول من هنا فأقول إذن for all epsilon أكبر من الزيرو يوجد، هذا رمز اليوجد، يوجد k ينتمي، رمز اللي ينتمي إلى مجموعة أعداد الطبيعية such that، رمز such that هذا such that إيش كنا نسوي؟ نقول القيمة المطلقة ليش xn نودي الـ L هناك تصير بالسالب، XN أقل من الـ L كقيمة مطلقة، وهذا كلام إيش؟ أقل من الـ Epsilon، وذا الكلام لإيش؟ For all N أكبر من أو تساوي K واحد. واضح الآن هنا؟ هذه أتوقع خطوة بسيطة. بنفس الطريقة أخذ إيش؟ السيكونس الثانية حقت الـ ZN، فأقول أيضاً for all لكل إبسلون أكبر من الزيرو يوجد، أوكي هنا نسميها K واحد، يوجد K اثنين ينتمي للناتشرال نمبر such that، تعريف الإبسلون، الزد إن أقل من ال L
داخل القيمة المطلقة، وهذا كلام أقل من الإبسلون. هذا كلام صحيح لكل إن أكبر من تساوي الكي 2. أوكي؟ طيب أجي أقول لك الآن النقطة اللي بعدها. لت افترض أنه أنا عندي كي، هذا الكي هو عبارة عن الماكسيمم. طيب أنا عندي كم كي؟ كي واحد من هنا وكي 2، وفي السؤال عندي كي نوت. إذن الماكسيمم يكون الكي واحد أو الكي 2 أو الكي نوت. أوكي؟ قفل القوس. طيب أيضا الآن رح أستخدم النوتة هذه عشان أفك إيش؟ أفك الإبسلون هذه والإبسلون هذه أو القيمة المطلقة هذه. أيضا أقول لك إذن and we know أو we have. أوكي؟ هذا كلام طبعا for all n أكبر من أو تساوي الـ k. أوكي؟ أجي الآن أخذ هذا، وينه؟ أفكه عن طريق هذه الملاحظة. أقول أخذ ما داخل القيمة المطلقة اللي هو ها، خلينا نكتب أول شيء xn ناقص l أقل من إبسلون. كيف نفكها؟ solution نقول نأخذ ما داخل القيمة المطلقة xn ناقص l أكبر من سالب الإبسلون وأقل من موجب الإبسلون. طيب أبغى أنا أبغى xn لحال، فايش أسوي؟ أضيف موجب l لكل الأطراف، فيصير عندي هنا موجب L ناقص إبسلون أقل من XN ناقص L زائد فراح الإيش الناقص L أقل من إبسلون زائد L. أيضا بنفس الطريقة أخذ هذه وأقوم ب فكها زي ما تعلمنا، فأقول الأبسولوت فاليو للزد N ناقص L أقل من إبسلون، هذا كيف أفكه؟ زد إن ناقص إل أكبر من سالب الإبسلون وأقل من موجب الإبسلون، وأضيف إل برضو لكل الأطراف، فيصل عندنا إل ناقص إبسلون أقل من زد إن، فتروح ناقص إل مع موجب إل وأقل من إبسلون زايدا إل. واضح؟ طيب الخطوة اللي بعد إيش أسوي؟ ركزوا معايا. راح اخذ ده من 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 الحد الاول من 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 مفكوك اللي على اليسار، هذا الطرف ده اللي هو ال ناقص ابسلون اقل من اكس ان، ومن هنا اخذ زد ان اقل من ابسلون زائد. ليه؟ لانه الاكس ان والزد ان هم اللي على الاطراف والواي ان هو اللي على في النص، صح؟ اذا اقول باخذ هذا اللي انا حاطه باللون الاصفر، اقول اذا سو وي هاف we have. اوكي اكتب هذه l ناقص epsilon اقل من x n. طيب لو تيجوا هنا في السؤال ال x n على طول بعدها ايش؟ اقل من او تساوي ال y n، فنكتبها اقل من او تساوي ال y n. اوكي واقل من ها من هنا وأقل من أو تساوي أقل من أو تساوي الزد إن، كمل الزد إن على يمين إيش فيه؟ أقل من إبسلون زائد إل. أوكي أقل من إبسلون زائد إل، هذا الكلام لكل إن أكبر من أو يساوي الكي. خلاص إذن بما أنه لاحظوا معايا أضفت الإبسلون اللي يسار واليمين وبقى عندي هذا اللي في النص، إذن ايش اسوي الان؟ هيركزوا معايا الان. شوفوا انا الان همني الواي ان، اوكي فاخذ الان ركزوا معايا الان هنا. شوفوا الان يعني زي كاني الان انا بثبت الواي ان داله في النص، الواي ان اوكي محصور بين ايش؟ الابسلون صح؟ الان مو الابسلون في اليسار، يعني بمعنى اخر لو اخذت هذا واخذت ذا مع الواي ان ايش حيبقى عندي؟ حيبقى عندي الواي ان اكبر من واقل من اللي على اليسار ال
ناقص إبسلون، وعلى اليمين إل زائد إبسلون. هيا شوفوا شو أسوي الآن. أطرح إل من جميع الحدود. لما هنا إل ناقص إل يبقى عندي ناقص إبسلون، وهنا واي إن ناقص أو ناقص إل، أنا بطرح إل وأقل من إل ناقص إل، يروح يبقى عندك إيش؟ إبسلون. طبعا هذا الكلام تقول فور أول إن أكبر من يساوي الكي. أوكي؟ طيب بقي عندي، خلاص يبقى عندي هذا الكلام، بما أنه الواي إن ناقص إل أكبر من الإبسلون، من سالب الإبسلون وأقل من الإبسلون، هذا عبارة عن إيش؟ مو هذا كان مفكوك، هذا ركز، الصيغة هذه وهي نفس الصيغة دي، صح؟ إذا أقدر أقول إنه ما داخل قيمة مطلقة أقل من الإبسلون، صح؟ ركزوا معايا بالمقارنة هذه الآن، هذا على اعتبار إنه في النص هذا واي إن ناقص إل، وهذا سالب إبسلون ومو إبسلون، هو نفسه ده، فرجعوا لأصله. فأقول إذا يبقى إنه الكلام هذا كده، إذا راح أقول إنه الواي إن ناقص إل داخل القيمة المطلقة أقل من إبسلون فور أول إن أكبر من يساوي الك. إذا بما إنه الكلام ده صحيح، إذا ثيرفور الواي إن السيكونس هذه تقترب إلى أيضا قيمتها تقترب إلى ال، وهذا هو الإثبات. بس واضح إن شاء الله، ركزوا شوية في الإثباتات إن شاء الله أبدا ما تضيعوا شوية، هو يعني شوية المنهج أقول الإثباتات كريهة يعني، ارجعوا شوفوا هذا الإثبات بالتفصيل الممل. طيب نشوف إيش في بعده. هذا بروف، أوكي بروف ثيوريم 6. طيب نجي الآن لي إكزامبل، تطبيق على نظرية الساندويتش. بيقول لي افترض أنا عندي أو determine example 4 determine whether the following sequence converge or diverge. Okay. If it converge find the limit. طيب الآن لو إحنا كده لو جينا نركب الليمت، لما نجيب الليمت هذه لما ال n goes to infinity ل sin n على n، لو أجي أعوض أنا، لو أعوض بالما لا نهاية sin الما لا نهاية، هذه قيمة غير معرفة، قيمة غير معرفة. أوكي؟ فما لا نهاية على ما لا نهاية قيمة غير معرفة، فأنا ما أقدر أحلها بالطريقة العادية، فأستخدم السكويز ثيريم. السكويز ثيريم إحنا نعرف إنه الرينج، هركزوا معي بشرح السؤال، نعرف إنه الرينج حق الدالة المثلثية تساوي الكوساين من سالب واحد إلى واحد، صح؟ أخذتوها حتى في التفاضل الرينج. طيب يعني اي قيمه احطها هنا ما تنقص عن سالب واحد وما تكون اكبر من الواحد بيناتهم. فانا اقول لك شوفوا، نبدا الحل هنا اكزامبل 6، اقول وي نو، نحن نعلم وي نو ذات انه الساين ان بدون الان هي محصوره بين السالب واحد والواحد. طيب إذا أنا قسمت، أقسم كل حدود المتباينة على n، فيصير عندي التالي بالقسمة على n، فيصير عندي سالب واحد على n أقل من تساوي sin n على n أقل من تساوي واحد. حلو؟ طيب خطوة بعدها الآن نجيب الليمت للطرفين هذول، طبعاً قسمنا على n، أجيب الليمت على الطرف ده والطرف ده، يلا فأجي أقول limit لما ال n goes to infinity لي سالب واحد، لما نعوض بال n عدد على ما نهاية يعطيني صفر. أيضا لما أجيب، وهذا كلام أيضا نساوي، لما نأخذ الطرف اليمين limit لما ال n goes to infinity لواحد على n عدد على ما نهاية يعطيك صفر. إذا بما أنه الليمت حق الطرف اليسار يساوي الليمت حق الطرف اليمين، وفي عندي دالة جوتها محصورة بيناتهم، إذا أستخدم نظرية السكويز ثيوريم، فراح أقول إذا so by okay squeeze okay theorem باستخدام نظرية الساندويتش، أيضا
also بما أنه limit الطرف اليسار عارف قيمته limit الطرف اليمين عارف قيمته إذن راح أقول إذن limit القيمة اللي في النص أيضا لازم يكون نفس إيش جواب الطرفين limit لما n goes to infinity لساين n على n الجواب يساوي صفر بس هذا هو الحل أوكي واضح إن شاء الله بسيطة السؤال هذا طيب نشوف إيش في عندنا هل في إثبات آخر؟ طيب هذا example 4 طيب نظرية رقم 7 أشوف خلينا أوقف هنا أكمل الفيديو القادم إن شاء الله يكون أحسن